السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا ما شاهدتموه قبل قليل هو جزء فقط بسيط جدا من التأييد الكبير والحشود الكبيرة التي توجهت إلى ساحات التظاهر في بغداد فقط. المحافظات العراقية امتلأت طبعا من يوم أمس وحتى هذه اللحظة، تتوافد حشود كبيرة جدا إلى ساحات التظاهر في كل المحافظات العراقية التي تشهد مظاهرات الآن. وما عرضناه طبعا لضيق الوقت هو دقيقتين فقط من مقاطع مختلفة من أماكن مختلفة في العاصمة بغداد لتوافد هذه الحشود الكبيرة، واستمعتم طبعا إلى هذه الشعارات التي رفعوها والتي تثبت ولاءهم لمن؟ للوطن، وكيف أنهم يتعاملون مع هذه المواقف الطارئة التي تطرأ على ثورتهم بحكمة وبوعي وبسلمية كذلك. لدينا مقطع الآن نود حقيقة أن نشاهده مع حضراتكم، مقطع قبل قليل من ساحة التحرير في العاصمة بغداد وعرس حقيقة شعبي أقامه الأهالي في الساحة، فلنشاهد. تابعتم مشاهدينا الكرام، الإصرار والصمود والثبات والرغبة بالمواصلة هو شعار المتظاهرين في ثورة تشرين. من يحاول أن يحرف الثورة عن مسارها، أن يقوم بتدمير الثورة، لن ينجح، وهذه إثبات، وهذا جزء بسيط من الإصرار والثبات للمتظاهرين. طبعا سنتحدث بالتفاصيل عن ما جرى يوم أمس وما حدث من قمع وقتل للمتظاهرين وإحراق للخيام ومحاولة توريطهم بتهم لم يرتكبوها. سنعرض لحضراتكم توثيق لهذه المقاطع التي أثبتت حجم التخريب الذي تقوم به القوات الحكومية من أجل أن تبين أو توهم البعض أن المتظاهرين هم الذين يقومون بأعمال التخريب. لدينا مقاطع توثق هذا الكلام. سنتحدث كذلك عن المليونية بين قوسين اللي حقيقة أثبتت فشلها وفشل القائمين عليها كذلك، وكيف أنها خدعت شريحة، وكيف أنها حاولت أن توهم المجتمع أنها صاحبة اليد العليا، لكن المليونية بين قوسين وأصحابها فشلوا في وضع حد لثورة تشرين. وطبعا سنتحدث بالتفاصيل عن هذا الموضوع. طبعا قبل أن نتحدث بالتفاصيل أكثر أو نبدأ أول خطوة بهذه المواضيع، بيان صدر قبل قليل، بيان مهم للغاية من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، فيه أربع نقاط مهمة للغاية سنتحدث بها. البيان موجه إلى من يحاول أن يقود المؤامرات المستمرة لوأد ثورة تشرين والقضاء عليها. البيان بعنوان إجبار بعض المعتصمين على الانسحاب من ساحات التظاهر. جاء في البيان استكمالا لمخطط المؤامرة الدنيئة على التظاهرات السلمية في العراق التي بدأت منذ 4 أشهر تقريبا، أجبر بعض المعتصمين على مغادرة ساحات التظاهر بعد أشهر من الاعتصام والمشاركة في الفعاليات السلمية المطالبة بحقوق الشعب العراقي وإسقاط الفاسدين الذين رهنوا خيرات العراق لإيران على حساب الشعب العراقي. وأننا في اللجنة المنظمة نود أن نبين الآتي: أولا، نقدم الشكر لإخواننا المتظاهرين والمعتصمين الذين انسحبوا مرغمين يوم أمس الجمعة من ساحات التظاهر، ونثمن تضحياتهم وشجاعتهم الكبيرة مع إخوانهم أمام القمع الهمجي الذي قامت به القوات الحكومية على مدار الأشهر الماضية.
بعد وقوفهم صفا واحدا أمام قنابل الغاز والرصاص الحي الذي استخدمته الأجهزة الأمنية والميليشيات المجرمة لإنهاء التظاهرات. ثانيا، يعلم إخوانكم من المتظاهرين ويتفهمون سبب انسحابكم ورفع خيامكم، ويعلمون أنها جاءت بسبب الضغوطات الكبيرة عليكم التي وصلت حد التهديد باستهداف عوائلكم، ونعلم أن مساندتكم لإخوانكم لن تتوقف وستعودون إلى ساحات التظاهر وأنتم مستقلون، يجمعنا معكم حب الوطن. ثالثا، إن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة لإنهاء التظاهرات من أمر بها لكي يسهل اقتحام الساحات عسكريا بعد فشلهم في ركوب موجتها، لا سيما بعد أن أفشل الشعب العراقي مليونيتهم ووضعت اللجنة مليونيتهم بين قوسين، خصوصا عندما صدحت حناجر الشرفاء بخروج إيران وأمريكا من العراق على مقربة من غرفة عمليات قمع التظاهرات التي أسسها قاسم سليماني في الكرادة. وما جريمة إحراق خيم معتصمي البصرة واعتقال المئات منهم إلا دليل على ذلك. رابعا، لقد غاب عن هؤلاء أن الشعب العراقي أكبر من كل تيار آخر في العراق، وأن الشعب العراقي يقف مع شبابه الثائر في مطالبه المشروعة، وقد بادر شباب تشرين بنصب عشرات الخيم بدل العدد القليل الذي تم رفعه من ساحة التحرير، وأن الموج الطلاب القادم الذي يعتبر شريان الثورة المتدفق سيربك كل حسابات إيران وذيولها في العراق. هذا من اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين. هذا البيان يخص جزء مهم من المتظاهرين من أبناء العراق الوطنيين المخلصين لبلدهم الذين ضغط عليهم بسبب ربما انتماء لتيار معين. حاول هذا التيار بأدواته وبميليشياته وعن طريق التهديد والابتزاز والمساومة أن يخرج أنصاره بين قوسين من مظاهرات ثورة تشرين من أجل إضعافها. يتفهم العراقيون حقيقة مشاركة العراقيين إخوانهم الذين ربما ينتمون إلى تيار آخر لكنهم دخلوا إلى ثورة تشرين بحس وطني بعيدا عن كل انتماء وبعيدا عن أي تأثير. هددوا بعوائلهم وتم استفزازهم وتم تهديدهم بشتى الطرق لكي يخرجوا ويتركوا ساحات التظاهر وينسحبوا، حتى يتبين ربما أو يبين البعض أن التيار الفلاني هو المسيطر في ساحات التظاهر. فشلت هذه الخطط وجاءت الحشود البشرية والوفود الكبيرة جدا داعمة إلى ساحات التظاهر، وشاهدتم هذه نماذج بسيطة جدا من حجم الدعم الكبير والصمود والثبات الذي يتمتع به العراقيون في ثورة تشرين. معنا حسين من السعودية أول المتصلين، تفضل يا حسين. حسين تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمبتدا هو يعني الغريب في الأمر أنه الله يحييك، الغريب في مبتدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حج في حجة في حجة في حجة في الخطبة قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فيعني العملية اللي أخذها تلقاها مبتدا من خامنئي هناك من قم، وجاء يوعز للأتباع اللي تبعه ليفشلوا الثورة هذه. بعدين الشيء الغريب في الأمر يعني ما يكفي أنه طائل فياض يروح يعزي ويقول أنا قدم لكم تعازي الشعب العراقي وكل العراق من شماله إلى جنوبه من شرقه إلى غربه، يقول شكرا حج قاسم يعني كذا. فالغريب يعني إلى متى؟ وبعدين الشاب هذا اللي انقتل، وبعدين فيه ناس شرفاء في العراق، يعني هل يرضى مبتدا الواحد من أبنائه يقسم السيارات وعنده وفي الشارع شباب عمرهم على 15-16 سنة يتلبون السيارات على أساس يغسلوه فيها؟ علاوة على ذلك يعني اللي فعلوه في البصرة حرقوا الخيام بأمر من مبتدا. طيب هو خامنئي يرضى الأحد يعمل في بلده شيء؟ طيب أنت كيف تسمح من الدناءة أنت تسمح لأحد يعمل في بلدك كذا؟ والغريب في الأمر أنه يقول أن الحسين عليه السلام يقول هياته من الذلة، فزي ما قال الدكتور فلاح الرفاعي ناشط الفلاحي الدكتور ناشط
قال يعني هل هناك ذله في العراق اعظم من الذله اللي اهل البصره الماي يولعوا الكبريت فيه والماء كذا والسمك يعني. فانا ارجو من وبعدين يرجع الخطبه صبح الطفيلي ما شاء الله يعني. انا يا ليت مقتدى يسمع عن الخطبه اللي قالها الشيخ صبح الطفيلي في 23/12/2019. انا ودي انه مقتدى والفياض والخزعلي والحشد الشعبي اللي جابه العبادي اللي يقول الحشد هذا جزء من الجيش يبغى يعمل الحشد زي ما عمل حزب الله في لبنان. فهذا الحشد مش من قال حشد الشعبي، هذا مو بحشد شعبي، هذا القتل الشعبي يقتل الشعب العراق. من قال انه حشد شعبي؟ هذا قتل الشعب. فيعني حرام حرام، والله يجزاك خير يا اخي محمد، يجزاك الناس الرافدين ويجزى الدكتور صالح الرفاعي رافع الفلاحي نعم الشيخ جزاه الله خير صبحي الطفيلي، والله ينور طريقكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا سيد حسين، كنت معنا من السعوديه. مشاهدينا الكرام، يعني حقيقة يعني كثير من العراقيين من ينتمون إلى التيار الصدري ربما يعني لأسباب خاصة، لكنهم دخلوا إلى ساحات التظاهر بحس وطني. الكثير من أتباع التيار الصدري أو يعني حقيقة خلينا نقول أنه أتباع التيار الصدري، لكن ما شاهدناه حقيقة هم عراقيون أصلاء دخلوا إلى ساحات التظاهر، تظاهروا بسلمية. كثير منهم يعاني، كثير منهم بلا وظائف، كثير منهم عاطل عن العمل، كثير منهم بلا مأوى، يعانون من الفقر والبطالة والجوع والمرض. دخلوا لهدف وطني في ساحات التظاهر بغض النظر هم ينتمون لمن، يتبعون لمن. دخلوا إلى ساحات التظاهر لهدف وطني، مساندة إخوانهم في ساحات التظاهر والدعم والمؤازرة والحصول على وطن، وطن فيه حكم عادل يتمتعون بخيراته وثرواته مثلهم مثل أي إنسان في أي مكان في العالم. قدرت اللجنة المنظمة والمتظاهرون قدروا موقفهم، موقف التابعين للتيار الصدري المتظاهرين الأصلاء الذين دخلوا وهم جزء كبير حقيقة ومهم من المجتمع العراقي، قدروا لهم ما قاموا به والانسحاب الاضطراري الذي قاموا به مجبرين مكرهين بسبب الضغوطات والتهديدات من قبل القائمين على المليونية التي من المفترض أنها كانت مليونية على أساس يوم أمس، لكنها أثبتت أنهم بضعة آلاف وفشلت بشكل فشل ذريع حقيقة. حتى الشعارات التي رفعت بها صدمت أصحاب المليونية، أنهم هتفوا حتى ضد إيران في حين كانت هي موجهة لأن تكون فقط ضد الولايات المتحدة، لكنهم حتى أحبطوا أصحاب المليونية بأنهم حتى هاجموا إيران بهتافات وشعارات. عموما، من معنا الآن؟ السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. أم أزهار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إجقد ما يقدرون يردون يخربون المتظاهرين، وإجقد ما يردون يخربون ساحات التظاهر ما يقدرون، لأن الشعب انتفض، الشعب عرف منو ضده، منو عدوه، هو عرف كل الزين منو اللي أذاه هاي السنين كلها يعني. وانا اقول عيب عليهم، هم نايمين بالخيام يجون يحرقوهم هم وخيامهم، ما يستحون. هذول مو اسلام، مو اسلام اللي يحرق مسلم. زين انت يا مقصد قاعد بقوم وتحكي على المتظاهرين، انت بلدك قوم يا بلدك العراق، يعني انت اظهرت انت هو انت ايراني تابع الى ايران بالدرجه الاولى يعني. بس المتظاهرين زادوا همتهم وزادت قوتهم، والله مو فوق هو اللي يرعاهم، وراح يزيد قوتهم اكثر واكثر وهمتهم اكثر واكثر، وما يرهون من ساحات الاعتصامات الا ان يحققوا ما هو مطلوب منهم.
ورجع العراق الى اصله الى اصله، وخذوا العار الى هاي الفاسدين. نعم. وهذول المتوحشين اللي يدزون هالرجال القتله الى الاولاد اللي يقتلوهم. نعم. والخزي والعار الى الفاسدين اللي قاعدين لازقين بالكراسي ما يرضون. نعم. يوخرون عن حكمهم. كراسي ما شبعتوا بوق، ما شبعتوا نهب، ما شبعتوا ذله. نعم. يعني انتم الناس كلها بتمشي عليكم، ما تستحون، مو عيب عليكم. شكرا ام ازهار، كنت معنا من بغداد، شكرا لك. ابو هاجر من كندا تفضل. ابو هاجر. نعم معك يا ابو هادي. تفضل حياك الله، اهلا وسهلا. كيفك اخي محمد؟ الله يسلمك حياك. انا بصراحه ما اريد اكرر لان صعب علي اكرر اسم هذا الفارسي. ما لنا علاقه بشخصه، ما لنا علاقه بشخصه يا ابو هاجر، ما لنا علاقه بشخصه، كلمني عن سياسه. مرجعية السلطة في النجف اللي عينوها الأمريكان بعد 2003 واللي تآمرت عن العراق من عام 2003 ولحد الآن. إحنا نطلع قبل يومين، أنا استغرب قبل يومين يطلع هذا الوكيل مالته في كربلاء يقول المرجعية تحث الأحزاب الحاكمة على انتخاب حكومة جديدة. هو أصلا المتظاهرين رافضين كل النظام، رافضين الدستور اللي كتبته المرجعية وكتبه اليهود والأمريكان. نعم. ورافضين كل هذول الوجوه النكرة اللي كانت غمة على العراق من 2003 لحد الآن. ما هذا الكلام؟ يوم طالعين على طرف ثالث يقتل المتظاهرين. طيب أنا أريد أسألك يا سيد أبو هاجر، المرجعية. نعم. قالت إنها تؤيد مطالب الشعب وهي ترفض القمع وترفض العنف. طيب ذولا اللي بالسلطة يقولون ذولا، بس اسمح لي بس اسمح لي بس اسمح لي خلي أكمل الفكرة يا ابن الحلال. فالمرجعية قالت هذا الكلام، السلطة تقول لا احنا نسمع كلام المرجعية والمرجعية هي قائدنا وهي المرشد. طيب ليش لعد يستمرون بقمع الناس وعدم تلبية مطالب الشعب؟ هم متفقين يا أخي، متفقين. هذا كلام يكذبوا علينا. تعلمني بالعجمي، ما أنا ساكن بكربلاء 20 سنة أنا ساكن بكربلاء، وأعرف العجم منه، وأعرف حيلهم، وأعرف ألاعيبهم. من هي هاي المرجعية؟ كلهم من العجم، خليني أعدد الأسماء، كلهم من الفرس متفقين. وهو اللي 38 رسالة دزل لبريمر خلال سنة. يعني بمعنى هنالك تنسيق كامل بين المرجعية وبين CIA وبين الأمريكان. طيب. باتفاق كامل على تدمير الشعب العراقي. أخي ليش هم جابوهم على مجبنون العراق؟ هم دمروا النظام السابق وجابوا هاي الطهمة على حتى تدمر العراق. شكرا يا أبو هاجر. مو غاية إنشاء نظام شكراً ديمقراطي. شكرا يا أبو هاجر، كنت معنا من كندا. بدر من السعودية تفضل يا بدر. كيف حالك أبو قاسم؟ حياك الله، أهلا وسهلا. وواعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. أمريكا قتل أية مكظاهر، بل قتلت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وفرح الثوار. نعم. أمريكا ترى كانت بصف الثوار، بس بعض الثوار قام يعطي شعارات ضد أمريكا. ترى هذا خطأ كبير. طيب. القوات الحكومية لا تقولون بأخبار القوات الحكومية، قوات إيرانية لا تقول حكومة، أنتم معترفين ممكن كذا. طيب. أقول الثوار. أيه. لا تقولون شعارات ضد أمريكا. طيب سيد بدر، الأكراد والصن. سيد بدر، الشعب العراقي عانى من أمريكا ومن إيران ومن هاي التدخلات الخارجية اللي دمرت العراق، اللي دمرت هذا البلد وضاعت ثرواته. من حق المجتمع العراقي أنه يندد بالوجود الأمريكي ويندد بالوجود الإيراني ويهاجمهم بهتافات لأنهم سبب الخراب بالعراق. أنا أحترم وجهة نظرك، لكن ما يقوله الشعب العراقي هي الكلمة التي ستمشي يا سيد بدر، هي الكلمة التي يجب أن تمشي وتمضي في طريقها. سيد بدر،
أنا أشكرك وأحترم طبعا وجهة نظرك، شكرا لك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت قالت إن المنظمة الدولية تدين قتل القوات الحكومية المتظاهرين السلميين، ووصفت الخطوات لمساءلة المتورطين بقتلهم بالجوفاء. يعني شغل الحكومة باختصار، خلينا نقولها بطريقة شعبية، شغل الحكومة تعبان بمحاسبة القتلة والمجرمين. هكذا ترى المنظمة الأممية، هكذا ترى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة. أضافت بلاسخارت عبر تغريدة لها على تويتر أن عدم مساءلة المتورطين بقتل العراقيين وعدم التساهل مع من يعبر عن رأيه بشجاعة منذ 4 أشهر إلى الآن لا يحققان ما أراده العراقيون، في حين أن عدد القتلى والجرحى مستمر في الارتفاع داعية إلى حماية المتظاهرين السلميين. هكذا ترى الأمم المتحدة. من معنا الآن؟ سيد رياض من أمريكا، تفضل. رياض حياك الله. تحية لك يا محمد، وتحياتي حياك الله إلى قناتكم الوطنية قناة الرافدين البطلة. حياك الله. وتحياتي إلى الطاقم الشريف. نعم. طبعا تكلمنا سابقا على هذه الجرائم التي ترتكب من قبل الحكومة العراقية الميليشيا الصدرية المجرمة، ولا توجد أي فائدة من الكلام. طيب. الجواب هو السلاح. المنظمات الدولية والأمم المتحدة. الجواب شنو؟ الجواب شنو يا رياض؟ هو السلاح. سلاح. نعم. المنظمات الدولية والأمم المتحدة وحقوق الإنسان سادة عيونها وإذانها. لا لا. كل المنظمات الدولية مجرمة. ذكرت ممثلة الأمم المتحدة، ذكرت أن هناك تخاذل من الحكومة في التعامل مع الجرائم التي ترتكب على يد القوات الحكومية، وتقول أن هناك قمع حكومي وارتفاع في أعداد القتلى. الأمم المتحدة تعرف وده تحكي. إيه بس والفائدة أخ محمد، والفائدة بس الكلام ما بعد. نعم. على كل. طيب. والأمم المتحدة هي اللي دمرت العراق قبل الاحتلال. طيب. سيد رياض، أنا طبعا احنا دائما نتناقش ويا حضرتك كل ما تتصل، يعني كل الهلا والمرحبا بك بأي وقت حضرتك تتفضل بي، لكن دائما نتناقش بقضية أنه السلاح ليس خيار المتظاهرين يا سيد رياض. يعني احنا نعيد ونزيد بهاي النقطة، أنه السلمية هي الشعار، السلاح ليس مطروحا الآن ولن يطرح حتى في المستقبل، خيار ليس من الخيارات الجيدة بل بالعكس ستؤثر سلبا على الثورة. يعني احنا دائما نزيد، يعني بصراحة هي قناعتك الشخصية أكيد، لكن لا أعلم لماذا هذا الإصرار على موضوع السلاح. دي يسوون بالسلاح. فالمظاهرين عزاب، يعني شوف شو ما عندهم. فالعين بالعين والسن بالسن. مثل ما هم يستخدموا السلاح، إحنا المفروض هم نستخدم السلاح. طيب. أنا أشكرك يا رياض، أشكرك، هي وجهة نظرك تحترم في الأول والأخير، لكن نقول أن الإجماع في العراق من المتظاهرين، من العراقيين بشكل عام، من يشارك ومن حتى لم يشارك في التظاهرات، هي السلمية، لأنها نجحت حتى الآن في إحباط كثير من المخططات التي حاول كثيرون من خلالها أن يقوموا بوأد وقتل الثورة. السلمية نجحت ومستمرة إن شاء الله بالنجاح والصمود. أبو علي من ميسان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ بخصوص السيد مقتدى. نعم. يعني شنو سوى السيد مقتدى هسه؟ يسبون به الصور يشقونها، يعني ليش؟ هذا مقتدى اللي وقف لكم، يعني وقف لكم هذا مقتدى سنوات ان شاء الله، والله العظيم لا صدري ولا بحجب. يعني شنو سوى مقتدى؟ شلون شلون يعني سيد مقتدى شلون شبيه؟ يعني شنو سوى سيد مقتدى هسه يسبون به ويشقون بالصور؟ شنو يعني سوى؟ قل لي. أبو علي، أنا حابب أسأل حضرتك، كم سؤال. أولا، السيد مقتدى الصدر مو عنده 6 وزراء بالحكومة، ومو عنده 54 نائب برلماني، هذا كلام مو صحيح؟ صحيح. طيب، السيد مقتدى الصدر هو شريك بالعملية السياسية من عام 2005، وهي أول حكومة تشكلت، صحيح الكلام؟ نعم. طيب، لماذا السيد مقتدى الصدر لم يقدم شيء للمجتمع العراقي وهو عنده وزراء وعنده برلمانيين؟ هذا السؤال الأول. أريد أسأل حضرتك سؤال ثاني. إذا السيد مقتدى دعا إلى مليونية يوم الجمعة البارحة، تمام الكلام؟ المليونية اللي دعا إليها السيد مقتدى الصدر هي ضد الوجود الأمريكي في العراق وضد الفساد، مو كلام صحيح؟
نعم. طيب نعم. السيد مقتدى الصدر مشارك في عملية سياسية، كل العراقيين يقولون هاي عملية سياسية فاسدة، يعني مشاركته صحيح. يعني هو جزء من هاي العملية السياسية، عنده وزراء وعنده نواب، شلون نفهم انه طالع بمظاهرات ضد الفساد وهو جزء من هاي العملية السياسية؟ يعني غير منطقي يا سيد ابو علي. نعم، هي يعني طلع هو مظاهرات ضد الاحتلال الامريكي، الامريكي يعني مو سوى فين قتل هو مهدي المهندس منين، يعني ابو مهدي المهندس امريكي عراقي مثقل يعني نفس الاساس. اي طيب تمام، يعني بس احنا يعني بالعراق بشرفك من يعني الصبح استشهد ابو مهدي المهندس وطلعوا المظاهرين يهوشون. طيب يعني شنو هاوين صاير هاي والله. سيد ابو علي، يعني يعتبرون امريكيين مو عراقيين. سيد ابو علي، بالمظاهرات خليك ويانا، انا اريدك تبقى تشاهد ايضا بالتلفزيون حتى اعرض لك مقاطع تقول ايران برا برا وامريكا برا برا، المتظاهرين هذا شعارهم. يعني احنا ما نريد بالعراق لا امريكا ولا ايران. يعني هسه المظاهرات اللي طلعت او اللي دعا اليها مقتدى الصدر كانت تقول امريكا برا برا، مو صحيح؟ طيب ليش ما قال ايران برا برا؟ العراقيين، كل العراقيين او اغلب العراقيين خلينا نقول دي يقولون احنا ما نريد ايران، ما نريد التدخلات الايرانيه، ما نريد النفوذ الايراني. ليش السيد مقتدى الصدر استفز الناس وطلع من قم، من مدينه قم الايرانيه، يدعو الى مليونيه لاخراج امريكا؟ بس امريكا من 2003 موجوده، يعني اليوم تفاجئ بها السيد مقتدى الصدر؟ حبيبي يعني مقتدى الصدر يعني ما يسب الجمهورية الإسلامية، مو إسلامية هاي يعتبرها، يعني ما يقدر. احنا ما دنسب، احنا دا نقول ما نريد يعني ايران. هاي يهود الشيطان الاكبر امريكا. تمام يعني كلام الأكبر. كلام صحيح، احنا دا نقول ما نريد ايران، ما دنسب ايران، احنا دا نقول ما نريد ايران. يا اخي يعني ايران عوفينا، ايران ما نريدك انت بالعراق، احنا عراقنا نريد نديره بحكومه وطنيه مستقله. خلنا خدمك هسه تعال وشوف لك يعني ايراني، هم الحشد عراقي يسمونه ايراني، الحشد الشعبي يسمونه ايراني. طيب وينك هو ايران؟ ماشي والله العظيم ما شفنا ايران. احنا نقول ابناء الحشد الشعبي هوايه منهم ناس وطنيين شاركوا بالحشد وانضموا لانه عندهم رغبه وطنيه بالدفاع عن ارضهم عن شعبهم، مو كلام صحيح؟ وهواي منهم تطوعوا بالحشد الشعبي من الفقر، بسبب البطالة، بسبب الجوع، ناس ما لاقية تاكل. حضرتك تتذكر أول ما طلعت الفتوى كان اللي يتطوع بالحشد الشعبي إلى 600 دولار. هذا كلام صار، إحنا عندنا حتى شهود من هذا الكلام صار بالعراق، ناس رجعت من ساحات المعارك الحشد الشعبي رجعوا لقناهم مجطلين على أرصفة والشوارع، الحكومة ما تعالجهم، ناس مصابة، رجعوا ترسوا مقبرة النجف، مقبرة السلام بالنجف، جثث من الحشد الشعبي. ايش قدمت هاي الحكومه؟ ايش قدمت الحكومه وايش قدم سيد مقتدى للناس؟ ايش قدم للعراقيين وهو عنده وزراء ونواب؟ اخي بس خلنا خدمك، يعني مو هم المظاهرين يدورون على الاصلاح؟ اي هسه ما سووا اصلاح، هم سووا وخلوا واحد يعني يكره الاخر. شلون؟ والله العظيم يعني يمشون كتلون الهيئة الشتاء الصدر كتلهم، يعني سووا تفرقة. بس تدري يا أبو علي، تدري يا أبو علي اليوم احنا ما عندنا تفرقة. تدري يا أبو علي حتى أثبت لك أنه ماكو تفرقة، اليوم هسه قبل لحظات صدر بيان، هذا بيان صدر بيان من اللجنة، من اللجنة المنظمة للمظاهرات بالعراق. شو تقول؟ تقول احنا نشكر إخواننا المتظاهرين والمعتصمين اللي انسحبوا، يعني أبناء التيار الصدري، قالت احنا نشكرهم ذول الوطنيين المتظاهرين المعتصمين اخواننا، نشكرهم لما انسحبوا من التظاهرات، صح مجبرين لان تعرضوا للضغوطات، بس احنا نشكرهم ونقدر موقفهم، نقدر ادائهم ودورهم بالمظاهرات. ما حد ينكر دور ابناء التيار الصدري الوطنيين العراقيين الاصلاء حبيبي اللي شاركوا بالمظاهرات. يعني سوى مقتدى يعني يوم واحد، هذا السيد مقتدى يعني الدافع لكم وصال 4 أشهر ما نحتاج يوم واحد يعني العراقيين صورة وتسبون به أبو علي وطلعت إيراني أبو علي، يعني شلون أنتم تبنون دولة أبو علي؟ نعم أبو علي يعني بس اسمح لي أنا 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 حقيقة أنا فرحان إنه دا أتناقش ويا حضرتك بهذا الأسلوب الحضاري، يعني صار لهم 4 أشهر حبيبي، أنا ما أخلاقي ما أقدر لا بارك الله بيك
على قناتكم. بارك الله بك. اسمع يعني الحكي يتصلون بك هم يعتون على الشيعة وهاي. بارك الله بك. بارك الله بك وحضرتك وحضرتك على عين والراس. وش وقت ما تجي كل الهلا. أنا بس أريد أسولف وياك بشغلة. صار لهم 4 أشهر المتظاهرين يقولون يابا إحنا نريد وطن. يابا إحنا ما نريد هالعملية السياسية. حضرتك دا تشوف ودا تسمع. مو كلام صحيح؟ صحيح. طيب السيد مقتدى الصدر في بداية التظاهرات حب يشارك بالمظاهرات طريقة أو بأخرى. قالوا المتظاهرين إحنا ما نريد قيادة. إحنا ما عندنا قيادة. إحنا ناس عراقيين كلنا. كل الأطياف. كل المكونات. إذا تباوع حسة للساحات ما تعرف من الشيعي ومن السني. شفنا المسيحيين لغوا أعياد الميلاد مالتهم وجوي ظاهروا. شفنا الصابئة لغوا احتفالاتهم وجوي. يعني ماكو تفرقة. يعني هاي المظاهرات ما سوت تفرقة. حبيبي بس ثواني رحمة الوالدي. تفضل. أولا يعني المظاهرات إحنا ترى العراق يعني كله حش الشعبي وتيار الصدري والأحزاب هاي. أنا أحكي لك الصراحة. أي؟ يعني هسه يقولون الأحزاب مالتنا صعدوا داوموا نداوم. طيب. دافعوا على الوطن ندافع على الوطن يعني نموت. أنا أقول لك ماكو يعني يظهرون الشن نفر وقالوا هيك إيران هيك ماكو تفرق إحنا. وإيران إحنا الدولة واحدة. أنا حسألك بعقل ومنطق. صار للعراق ايش كم سنه دا تحكم هاي الاحزاب؟ مو صار له 16 سنه وهسه داخلين على العام 17؟ مو صحيح؟ نعم. بس عندنا اكثر من 5 ملايين ارمله ويتيم، وعندنا اكثر من 35% عاطل عن العمل وتحت خط الفقر. شباب هذا كلام الدوله، هاي ارقام الدوله وصندوق النقد الدولي، تمام؟ وعندنا مهجرين ملايين وحد هسه مدنهم مدمره وما حد عمرها، وراحوا سووا مؤتمر إعادة الإعمار بالكويت وأخذوا هالقد فلوس ومعمروها، وعدنا معتقلين أعداد ضخمة، وعدنا شباب دا تتخرج يومية وماكو وظائف، وناس عايشة بالعشوائيات وماكو كهرباء ومي ملوث. صار لنا 16 سنة حضرتك دا تقول هاي الأحزاب هي اللي تحكمنا. إيش قدمت هاي الأحزاب؟ حبيبي إيش قدمت؟ دولتنا إحنا دولة يعني الدولة كل أحزاب هي اللي إيش قدموا؟ يعني تمام 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 الأحزاب تمام. ايش قدموا يعني للعراقيين؟ الدوله ضاعت وجابت الاحزاب. ايش قدموا يعني للعراقيين؟ ماشي ماشي ماشي. ايش قدموا للعراقيين هاي الاحزاب 16 سنه؟ ماذا قدمت للعراقيين؟ من ضمنهم طبعا السيد مقتدى الصدر. والله العظيم كل العراقيين عسى خير من الله يعني ما عند راتب هسه. طيب حضرتك وين تشتغل؟ حضرتك وين تشتغل يا سيد ابو علي؟ انا والله العظيم احكي لك الصراحه يعني ما اقدر. انا بالحشد الشعبي. تمام. انت بالحشد الشعبي. يعني شنو وظيفتك بالحشد يا أبو علي؟ يعني شنو وظيفتك؟ مقاتل. مقاتل. أنت خريج؟ أنت عندك دراسة؟ عندك درجة علمية؟ نعم نعم. شنو حضرتك؟ يعني خريج شنو؟ شنو مستواك العلمي؟ خسعوفنا حبيب. لا لا أنا سؤالي شنو يا أبو علي؟ سؤالي شنو؟ سؤالي شنو؟ سؤالي شنو؟ أريد أعرف منك. ماشي نعرفه كل زين يعني. أنا بس أريد أسأل حضرتك. بس تجاوز على الحشيد وما والله ما راح أتجاوز. والله ما تجاوزت. أنا بدي أسأل حضرتك مستواك العلمي شنو؟ لأن أريد أسألك ليش ما اشتغلت ليش ما اشتغلت بتخصصك العلمي؟ هذا سؤالي. شنو اللي خلاك تروح للحشد؟ الحشد يعني خير فتوى استانطه. خلاص منتهت العمليات العسكرية وأعلن العباد النصر. ليش بعدك موجود؟ يا حبيبي يا كاخذ الدولة عبد الحشد يعني يا كاخذ هاي الزعاطيط هسه مو الجيش موجود تنجز. مو الجيش موجود. الجيش عض على راسه بس ما يقدر يعني داعش صناعة أمريكية وما حد يقدر عليها. مو خلص داعش وأعلنت التحرير؟ شكرا حبيبي. شكرا. ماشي أبو علي أنا أشكرك. شكرا أبو علي. ناخذ ونطيب الكلام. إحنا سيد أبو علي يعني إلى وجهة نظر تحترم، لكن نرجع ونقول لو قدمت هذه الأحزاب للعراقيين، الأحزاب اللي تقود العراق، اللي يقول أبو علي من ميسان إنه إحنا نتبعهم وش يقولون ننفذ، لو قدمت هاي الأحزاب شيء للعراقيين لما خرجوا في تظاهرات. لو كان العراق في كهرباء، في أمن، في نظام، في مي، في خدمات، وأكو وظائف، ما كان طلعوا العراقيين ويوقفون بالساحات بالبرد والحر، وما كان تحملوا بصدور عارية أطلاق الرصاص وقنابل المسيلة للدموع وأكثر من 600 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح ويوميا دا يسقطون شهداء. لو كان العراق بلد مثل باقي البلدان الحوالينا بها فلوس، بها نظام، بها تعليم، بها قضاء، بها صحة، ما
ما كان طلع العراقيين هاي الطلعة وقفوا بالساحات يواجهون النار والحديد اللي تقود الحكومة وتتعامل ويا بيهم. من معنا الآن؟ عبد الرزاق من بغداد، تفضل. أخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي إذا سمحت لي لدي يعني مداخلة من سؤال أو سؤالين إذا سمحت لي، يعني تفضل. تعبير عن رأيي الشخصي. تفضل. أخي يعني بصراحة أنا ما أعرف يعني مقتضى الصدر من يكون هذا الرجل يعني وكل الناس تستمع له، يعني هل هو مثلا من الناس السادة الذين لهم شارع عند الله مثلا؟ ما لنا علاقة بهالسالفة، احنا بغض النظر شخصه شنو، بغض النظر شخصه شنو، احنا نحكي على سياساته وتصرفاته، هذا اللي يهمنا ما يهمنا شخصه. كل شيء هو مربوط، يعني اريد اعرف مثل هو السيد مثل رحمه الله السادة مثل السيد حمد الله، السيد ادريس، السيد مالك، عبد الرزاق، مو قضيتهم يعني فتشة. ها؟ اي مو قضيتنا، احنا بدنا نرجع ونقول تصرفاته هو سواء شخص يعني الى مكانته او لا، يعني ما يهم. يعني اعرف هو من احفاد الرسول، يعني عنده شارع، عنده اتصال بالله، عنده المهدي. شنو الهدف من سؤالك؟ يعني من سؤالي هو مثلا يا اخي اتمنى يعني يسمعون صوتي هذول يعني عن طريق قناتكم الكريمه، يعني نعم. يعني الناس الفقراء والناس هاي كلها تستمع الشخص وهذا العراق، هذا العراق العظيم، يعني كلهم بما يسمى بمقتدى يعني من هذا الشخص، يعني هذا العراق للأجيال، الناس عمره 7000 والله. والله يا عبد الرزاق، يعني أنا أقول لك يا سيد عبد الرزاق من بغداد، حضرتك أريدك تتابع زين أنه تم رفض هاي الدعوات وما حد انقاد وراء هاي الدعوات لمليونية اللي حتى ما وصلت ربع مليون، أصلا نصف مليون هاي الأرقام اللي دعوا لها. الشعب العراقي لا يقاد من أي شخص وهو مرجعيته الوطن، هذا الشعب العراقي لا مرجعيته مقتدى الصدر ولا غيره، المرجعية هي الوطن، هذا شعار المتظاهرين. والآن أكبر دليل في الساحات أنه لا مقتدى الصدر ولا غيره يستطيعون أن يقودوا ثورة تشرين أو يقودوا أو يركبوا الموجة أو حتى يقوموا بتدمير الثورة، الدليل أن هاي الموجات البشرية الضخمة اللي تعود إلى ساحات التحرير بكل المحافظات العراقية وتملأها من جديد. يعني هذا أكبر دليل أنه ماكو شخص بالعراق يقود العراقيين، هذا أكبر دليل. عبد الرزاق، عندي في النقطة ثانية لدول السياسيين بما يسمى حزب الدعوة، نعم ممكن فضل. يعني هذا مثلا هذا اللي اسمه هذا ابو السبع، وهذا الثاني ابو الخضره، وذاك الثالث ابو نعم. ابو اسمه اللي يقودون دوله، ذاك الثاني ابو الملاعي الليليه في نعم. في باريس بالتحديد، يعني بالشاليزي، هذا اسمه رئيس الوزراء المستقيل. نعم يا اخي اذا تسمح لي، هذول يعني المفروض يعرفون هل اذا هم مو قد هل هل هل, هل يعني هل الوظائف هاي يعني السياسيه يعرفوها للناس اللي هي يعني اجدر بها. اكو بالعراق هواي ناس اجدر بهاي القياده. نعم. وبعدين يعني بالاخر هذول الناس اللي راح يقودون البلد ممكن يطوهم وظائف، يعني يطوهم وظائف، هذا مثل هذا ابو العدس يطوه مثلا مدير الملاهي الليليه، ولا هذا ابو السبع طيب. يطوه مدير تاجر العقيق هذا المالكي، ويعني وتمشي الامور. تمام. وضحت الفكره ينجح. وضحت الفكره يا عبد الرزاق، شكرا لك، كنت معنا من بغداد. ابو محمد من بغداد ايضا، تفضل. سيد ابو محمد، شوك استاذ، حياك الله، اهلا وسهلا. والله يا استاذ الشغله صايره هربجي، يعني متظاهرين طلعوا يطالبون بحقهم، نعم، ناس فقراء طلعوا يداعون بحقهم، نعم، كل من يجي وهذا ساعه بالخناجر، ساعه بالدخانيه، ساعه يعني ما خلوا شيء، ويجيبون يلطخون عليهم. نعم. ناس فقراء طلعوا يداعون بحقهم. نعم. اللي ما عنده وظيفة، اللي ما عنده سكن، اللي ما عنده، وهذا يجي يريد يركب الموجة، وذاك يريد، يعني ليش ما تخلون الناس طالبها؟ ليش ما تنطون حق العالم؟ نعم. انتوا حق العالم خلي تعيش حياة كريمة مثل ما العالم عايشة.
الدول العربيه والعالم كلها عايشه. نعم. احنا اغلى بلد بالعالم، انطونا حقنا خلينا نعيش. نعم. حتى على ودان الظاهر ولا عندنا علاقه بكم، بوقوا براحتكم بس انطونا بس من البوق. انطونا سووا لنا شوارع زينه، سووا لنا مدارس زينه. انطونا حقنا عمي، انطونا ربع من هذا اللي تبوقونه. حتى على مود احنا ما نتظاهر بعد. نعم. يا عيني، يعني التالي وياكم شلون يعني؟ امريكا جابتكم من عند الله عليه، وامريكا ربتكم، وامريكا اللي دربتكم، وامريكا هي اللي سوتكم وجابتكم علينا، سلطتكم علينا، الله يسلط عليها ان شاء الله رب العالمين، زلزال ان شاء الله يخسف فيها الارض، ماكو غير بس رب العالمين يقدر عليه. يعني هي امريكا جابتكم، وهسه ساعه تقولون احنا مقدسين، انت شلون مقدس؟ وامريكا كانت تحميك، امريكا جابتك، امريكا ربتك، امريكا دربتك، شلون مقدس انت؟ نعم. انت من جابك لو ما امريكا؟ شكرا يا عمي. شكرا ابو محمد، كنت معنا من بغداد. ابو مالك من امريكا، تفضل يا ابو مالك، عندك دقيقه واحده يا ابو مالك، تفضل. السلام عليكم، انا ما اريد اطول عليك استاذ محمد، شلون الصحه؟ السلام ورحمه الله، حياك الله، اهلا وسهلا. بس حبيت اعلق على هذا ابو علي اللي اتصل من ميسان، فاقول لك استاذ محمد انت لا تحاول ان تهدر وقت ويا ذولا. نعم. لان ذولا دمهم مغسول، ذولا دمهم دم ايراني. ابو مالك، احنا حتى لا نتجاوز، حتى لا نتجاوز على شخص دخل باحترام تكلم ويانا واعطى وجهه نظره، ناقشناه، يعني انتقد ما ينتقد من 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 كلام، لكن لا تهاجم الشخص رجاء. لا انا ما مهاجمه بس اقول له يعني هاي الشباب اللي طالعه بالشارع يسميها زعاطيط، هو ده يتهجم. طيب ابو مالك، انا اشكرك، شكرا جزيلا طبعا للمشاركه. من معنا الآن؟ آخر متصلين. ألو. أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. أخوي أبو محمد، هذا الرجل حتى شهادة ما عنده، أبو علي من بغداد شهادة ما عنده. طيب. أنت سألته على شهادة ما عنده. أنا أقول لك خلي يستهمون، هم إيش قالوا لهم؟ طيب. نعم. قبل شهرين. قال أنت الشيعة قسمين قسمهم، الشيعة مع احترام للشيعة قسمهم قسمين، قال ولد السفارة ولد الانجليز، مو هل هم يقبلون ولد الانجليز والسفارات؟ ولد السفارات هم جو على ظهر الدبابة. نعم. هم الناصرية هذول اللي يسمونهم الشجرة الخبيثة، مو شجرة خبيثة، خل أقول لك أستاذ محمد، أبو يوسف هي الشجرة قطعة الانجليز. نعم. الانجليز قصوها قال الشجره الخبيثه اخويا. نعم. هذول مو شجره خبيثه، هذول ابطال اهل الناصريه، رحمه لشهدائهم. نعم. وندعي لهم بالشفاء العاجل من الموصل، كنا قلوبنا معاهم. بس نعم. احنا ما نقدر نطلع، احنا من نطلع راح يمسحوا لنا بالطيارات. بس شفت بالقنابل المثيله للدموع. شكرا يا هذول. ابو سيف انا اشكرك، وضحت الفكره. في دقيقتين لدينا مشاهدينا الكرام، لدينا الكثير من الرسائل، نعتذر على التأخير. تحية طيبة لقناتكم علاء النشمي، رسالة طويلة، أعتذر منك يا علاء. طيب رسالة تقول أيضا من السيد مبروك من الإمارات، طويلة جدا، معذرة منك يا سيد مبروك. أم علي من ذي قار تقول بعد اليوم صار فرض على كل عراقي الذهاب إلى ساحة التحرير لكي يعلم الجميع أن العراق أكبر من أن يختزل بأي اسم معين. رسالة من أحمد من المحلة الكبرى في مصر يقول عيب على الدول العربية مركزين على ليبيا وتاركين ميليشيات الملالي يقتلون الشباب العراقي. رسالة تقول نبارك لكم هذه الثورة المباركة السلمية المستمرة، وبات النصر في متناول يد إن شاء الله. شكرا لقناتكم. أبو محمد من بابل، شكرا لك. رسالة اللي يقول أحد المشاركين، السلام عليكم، أم عمر من بغداد، رسالتنا المقتدى نقول اتق الله، ما يصير تبيع هالشباب وتغدر بيهم وتخلي دمهم شط، هاي مو رجولة، خطية البلد والأبطال الشباب بذمتك. من ذي قار أشكر قناتكم قناة الشعب، أتمنى تنشرون هاي الحصيلة، ذي قار الجرحى والاستشهدوا اليوم على جسر الفهود. هاي لست حقيقة وفيها قائمة. لدينا رسالة تقول أقول لهذا أبو علي
من ميسان، الصدر تابع لإيران وما عنده ولاء للعراق. رسائل كثيرة حقيقة، أعتذر للغاية لضيق الوقت. أحد المشاركين يقول: أستاذ العزيز، لأن في بغداد أتمنى من جنابك، أو مساء الخير، اللي يطلع للمظاهرات أكيد تعب وشاف الويل بهذا الزمن، زمن مليان أحزاب مسيطرة على الشعب العراقي بكامله، بس إن شاء الله هاي المظاهرات تحقق المستقبل. شكرا يا أحمد من بغداد. آخر رسالة. طيب، يقول: أتمنى أن تكون هاي القناة قناة، أن لا تكون هاي القناة لطائفة واحدة، عمرها ما كانت، عمرها ولن تكون قناة الرافدين لطائفة واحدة، قناة الرافدين لكل العراقيين، ومن يشاهدنا يعرف كيف نسير وما هي سياسة قناة الرافدين وما هي توجهات قناة الرافدين وخطاب وشعار قناة الرافدين. الحلقة ليست للمساجلات، هناك من يدخل لكي يناقش بطريقة قد تكون غير مقنعة، فنحاول أن نناقشه ونحاوره بالعقلانية والموضوعية، وهذا اللي دي يصير. لم نتجاوز ومستحيل أن نكون طائفيين، ودائما نحن مع جميع العراقيين باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية أو الدينية. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.